عملي أنا متنوع، بس فنيا مستلم آلة الطباعة، وآلة الطباعة هي عبارة عن قص الأحرف وتركيبة على الإشارات الطرقية. السابق كان شغلنا غير، يعني كنا بالأول من 25 سنة تقريبا كنا نرسم بالقلم الفلوماستر ونقص بالمقص، بس هلا الحمد لله رغم كل هاي يعني المكانة تحسنت وصرنا آليا. مرينا بصعوبات كثير بس الحمد لله كلها تجاوزناها، ونحن مصرين على أن نتجاوز كل هالمراحل حتى لو كانت صعبة أكثر من هيك. المراحل هي بتجينا دراسة نحن من المؤسسات، طبعا عن طريق لجنة فنية بتدرس الطريق، تجينا عبارة عن مخطط. المخطط طبعا بيمر عدة مراحل، أول شيء بيمر لعنا على المؤسسة لعنا على المعمل، بنرسمه بناخذ عنه الفكرة شو هي الإشارات الموجودة بقلبه، وبنفس الوقت بنشتغل على ضوء نحن. فأول شيء التلزيق اللوحات بالورق، ثاني شيء قص الأحرف وتركيب على اللوحات، بعدين نحن تجهيزه بعد ما يخلص الطريق كله بنرتبه نحن، بتجي ورشة ثانية بتستلمه وبتركبه على الطريق. التلحيم هي عبارة عن ورشة حدادة مكون من عدة عمال، كمان نفس الشيء قص مجاري وقص لوحات، بعد ما تنقص وتتلحم تطلع لعنا نحن لفوق المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هاي احنا على ضوء بنجهز الإشارة، بنخليها بشكل جاهز للتركيب يعني بشكل كامل. بالنسبة للعمل تبعنا ورشة الحداد الحدادية، المرحلة الأولى بتتم بقص الصاج ومن ثم تثقيبه، والمجاري كمان نفس العملية بنقوم بقصها بحسب الأبعاد تبعها وبثبت بالأرض. طبعا المعمل أنشئ بالعام 1972 وهو مغطي كافة سوريا بالإشارات الطرقية والدهان الطرقي. من المعوقات هي تأمين المواد الأولية، نتيجة الحصار الجائر على سوريا صار في صعوبة بتأمين المواد الأولية، في صعوبة بتأمين يد العاملة عنا بالمعمل. نحن إمكانية بسيطة بس عم يطلع معنا إنتاج عم غطي كافة سوريا بالموضوع هذا. في لوحات دلالة، في لوحات تحذيري، في لوحات كفوف، في لوحات جسور، كل لوحة إلى معدل تاني. هلا كفوف فيك طالع مثلا 500 أو 1000 كف باليوم، جسور فيك 200، أما لوحات دلالة 50 60 أو لوحات تحذيري لحد 100 فقط لا غير. لوحات دلالة عبارة عن لوحات كبيرة مترين ونص، عبارة عن لوحين وبدها تصنيع وبدها شغل وبدها كتابة. لوحات صغيرة فيك تنتجي فيها، أما لوحات كبيرة دلالة بدها وقت لأنها عبارة عن تفردها على الطاولة وبدها عدد عمال من العمال. عملك تحذيري ما بدها وقت زيادة، أما الدلالة بدها وقت.